لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين، ولهما أي للبخاري ومسلم أيضا. عنه قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في بداية مجموعة من الأبواب متعلقة بأعمال القلوب، وأن التوحيد يشمل إفراد الله بهذه الأعمال. أولها باب المحبة، والثاني الخوف، باب قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والثالث التوكل، باب على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والذي بعده باب: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الخوف من مكر الله. وباب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله، الصبر. وباب ما بعده باب ما جاء في الرياء، الإخلاص. وباب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، متعلق بالذي قبله. هذه الأبواب كلها في أعمال القلوب، وكما أن صرفها لله عز وجل توحيد، وهو روح الإيمان. أعمال القلوب هي روح الإيمان وحقيقته،
وبدونها يكون الإيمان كالجسد الميت، والذي لا نزاع فيه بين أهل السنة أن أصل أعمال القلوب، بل أصل كل عمل من أعمال القلوب، ركن في الإيمان. لو زال بالكلية زال الإيمان بالكلية. يعني لو افترضنا إنسانا لا يحب الله قط ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم قط، فضلا عن أن يبغض الله أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغض القرآن، أو يبغض ما المؤمنين لإيمانهم، وهذا كثير في الكفار وأهل الكتاب وغيرهم، بعضهم يعلم الحق ولكنه يبغضه ويكرهه، وهذا والعياذ بالله يزول الإيمان بالكلية ويكون الإنسان كافرا. إن صرح بذلك بلسانه كان كافرا، وإن كتم بلسانه ونطق الشهادتين وكان في قلبي هذا البغض كان كافرا، كان منافقا، النفاق الأكبر، كان منافقا النفاق الأكبر. وكذلك إذا زال الخوف بالكلية، واحد أنا مخافش من ربنا، لا أخاف الله، لا أخاف النار، لا أخاف القيامة، لو نطق بلساني يبقى كفر، ولو كتم في قلبي أنه ما بيخافش من ربنا وأنا إيه اللي خلينا خاف ونحو ذلك يبقى منافق والعياذ بالله، النفاق الأكبر. كذلك الرجاء، لو واحد أنا مش عايز الجنة، أنا عايز أعيش كويس هنا وخلاص، احنا هنعمل ايه بالجنة دلوقتي؟ ناس تقول كده، والله انا اعرف اشخاصا في عبر حياتي، يعني ناس قالوا كده والعياذ بالله. واحد مرة قال ايه؟ اذا كان ربنا مش لاقي يسكنهم في الدنيا، الشقق صعبة، هيسكنهم في الجنة بقى؟ والعياذ بالله، هو ده كفر طبعا والعياذ بالله. عشان كده ببين لكم ان اعمال القلوب لو صرح بها صاحبها بيكفر بالنطق، هو بيكفر بالنطق عشان احنا لم نؤمر ان ايه؟ أن ننقب عن قلوب الناس. بس هو في الأصل في الحقيقة إيه؟ كافر في الباطن من ساعة ما اعتقد الاعتقاد، كتمه وفضل يقول لا إله إلا الله وما قالناش الكلام ده، يبقى كافر عند ربنا. وهكذا في كل عمل من أعمال القلوب. في الصبر، أصل الصبر ده عدم الجزع، عدم جزع القلب. لكن لو واحد جات له مصيبة، هل هو ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ ده إيه ده؟ ده مفيش رحمة والعياذ بالله. لأن النوعية دي من الناس إيه؟ مش مسلمة برضو، عشان زال إيه؟ أصل الصبر والعياذ بالله. وهكذا فالأبواب دي أبواب غاية في الأهمية، وكل منها يعني تحقيقه من أعظم واجبات الإيمان، وزواله من أخطر مظاهر الشرك، من أخطر يعني ما يحصل من الشرك، لأن هي طبعا ممكن ما يظهرش بس يكون في قلبه ذلك. وبينهم درجات، يعني في زي ما في كمال الإيمان وفي الشرك الأكبر، في بينهم إيه؟ درجات. قد يكون الإنسان عنده شيء من التعلق بمحبوب، أو عنده خوف من مخلوق، لا يصل إلى الكفر الأكبر ولا إلى النفاق الأكبر، بس ممكن بيخليه يعمل معصية عشان هو بيحبه، فبتبقى دي درجة من درجات الايه؟ الشرك الأصغر، وقد يكون قليلا فلا يوصف بالشرك. يعني الرياء على سبيل المثال، الرياء في أصل الدين في لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد ما نطقش الشهادتين إلا عشان الدنيا، عشان لقى إن الأمور مع المسلمين ايه؟ ماشية. واحد بيحب واحدة قال لها عايز اتجوزك، قالت له انا ما اتجوزش واحد كافر، قال لها طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هو ما نطقش الشهادتين الا عشان ايه؟ عشان يتجوزها. وبعد كده ممكن لما ينفصلوا ولا لما تموت ولا لما يتطلقوا ولا اي حاجه يبقى ايه؟ يرجع زي ما كان. هو في المرحله دي قدامنا احنا مسلم، وفي الحقيقه عند الله ايه؟ كافر، مش كده؟ عند الله لا تقبل الشهاده عند الله، لأن هو رأى بأصل الدين. في درجات قبل دون ذلك من الرياء وضعف الإخلاص. أي واحد يصلي عشان إيه؟ قالوا له صلي
ولازم تصلي ولا هنضربك، او صلي ولا هنقتلك، او لا الناس يقولوا اللي ما بيصلوش دول حاجة وحشة. فقال لك بقى يعني الملتحين دول نعمل معهم ايه بقى؟ واخد بالك؟ انا فاكر مرة كده واحد من دعاة الليبرالية كان بيسافر مع الايه؟ مع الاخوة مؤتمرات، فكان يقوم صلي، فيقوم يصلي. وبعدين قفشوه مرة بتوع الغربيين، قالوا ايه يا مستر فلان؟ هو انت بتصلي من امتى؟ هو انت بقيت بتصلي دلوقتي ولا ايه؟ بقى اخر مشكلة عنده. ممكن بيسيب الصلاة رياء او بيصلي رياء، الله اعلم بقى الحكاية. انا بضرب مثال يعني، وربنا سبحانه وتعالى اعلم، ربما يكون في قلبه خير واللي بيذكره بيتذكر، بس المشكلة ان هو لما يتواجد في مكان بيرائي بترك الصلاة. ما واحد تاني كان بيقول للاخ، بيقول له انا الوحيد اللي بصلي في الحزب كله، وعشان كده ما استكون الشؤون الدينية، بس مش عايز اشوفهم. بقول لك ايه الصورة دي، اوعى حد ينشرها، الاحسن كده يمشوني. الصورة ان هو ايه، الاخ على ما راح يتوضى كان راجل بدا يصلي، واخد بالك؟ فالاخ رجع صلى ايه وراه، وبعدين جه واحد تاني فصلوا ورا، بقى الراجل ده ايه امام، فقال له ده انا اروح في داهيه لو ايه لو الصورة دي. حزب تعبان يعني كده، بس حزب اشتراكي ولا حزب شيوعي ما اعرفش. اضرب لكم امثلة على ان الرياء فيما دون اصل الشهادتين ممكن تبقى في عبادة من العبادات، وممكن تبقى مش في عبادة، مش عبادة فريضة، ممكن تبقى في عبادة ايه نافلة. يعني لما يبقى مع الناس يبقى زي الفل، يقوم يصلي نوافل بقى وفي ناس بتقول عشان الفلوس يلاقي ربي ده انه يصلي النوافل ويمسك الاذكار ويمسك سبحة عشان الناس تيجي تشتري منه. واحد تاني بقى اسوأ، عشان الناس تديله فلوس عشان ينصب عليه ويهرب، اللي مستريحين دول. فدي امثلة كلها للرياء، ماشي كده؟ وكله محرم، كل الرياء محرم. بنضرب أمثلة على درجات من في الحب والخوف والإخلاص والرجاء، كل دي فيها كمال واجب وفي شيء ناقص، وطبعا في كمال مستحب وفي ناقص عن القدر الواجب، يحرم على الإنسان أن ينقص عن هذا القدر، ويكون مرتبطا به صرف هذا الشيء بدرجة ما دون الشرك الأكبر. يعني كان يحب يعني شخصا يعصي الله من أجله، بس قال له تكفر يرفض، وهكذا يبقى في شرك أصغر. ومن هنا جاء الشيخ بهذه الأبواب كلها في كتاب التوحيد، ليبين أن عبادات القلب مش بس جانب، يعني علم التوحيد هو جانب إيه، ده شرك وده شرك وده شرك وده شرك وده شرك. في ناس تفتكر كده، يبقى ما فيش غير الإيه، غير جانب التروك. يلزمنا ان احنا ما نعملش كده وما نعملش كده، ولا نستسخي بالنجوم، ولا نتخذ القبور مساجد، ولا ويفتكر ان كده خلص. الابواب دي كلها دليل على ان التوحيد الواجب يتضمن اعمال القلوب. يبقى لابد الانسان يحب ربنا، وجاب في الباب ده حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين في الله وحب العمل الصالح. يبقى الحب لله عز وجل وحب في الله عز وجل. حب الله ده حب العبادة، والحب في الله عز وجل لأجله سبحانه وتعالى. حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله، حب الرسول حب المؤمنين حب في الله، حب العمل الصالح وحب الإيمان حب في الله، كراهية الكفر بغض في الله، كراهية الكفار بغض في الله. وكل دي مرتبطة ببعضها علامة على حقيقة الإيمان، وكلها من أعمال القلوب. قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس الايه؟ المودة. يعني الحب اللي كان موجود راح. هذه الآية
هي نزلت في الشرك بالله، الشرك الأكبر، عبادة الأوثان، الأنداد. وإن كان الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه قد فسرها بأنواع دون الشرك الأكبر، فسرها ابن عباس بتعلق القلوب بغير الله عز وجل، مثل قال يعني من الأنداد أن يقول لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، ولولا الربان كان ماهرا لغرقنا، ولولا صياح مثلا الديكة ولا صياح الكلاب نباح الكلاب لأتى إلينا اللصوص. لولا التي فيها تعلق القلب بالأسباب دون تعلقها بخالق الأسباب. فالواجب على الإنسان أن يكون حبه لله عز وجل. تفسير الآية كما ذكرنا، يبقى الآية دي هتشمل النوعين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لها تفسيرين: أن هؤلاء المشركين يحبون الله حبا عظيما، ولكنهم يحبون الأنداد كحبهم لله، يسووا بين حب الله وحب الأنداد، الأنداد المخلوقين، وده شرك أكبر. والتفسير الثاني لهذه الآية الكريمة أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله، كما يحب المؤمنون الله حب العبادة، هؤلاء أيضا يحبون أندادهم حب عبادة. إيه حب العبادة ده؟ حب يدعو إلى الطاعة، حب لذات المحبوب ويدعو إلى طاعته الطاعة المطلقة التامة. بالنسبة للكفار دول نوضح بقى ونقول: بحيث لو أمروهم بالكفر أو أمره بالكفر لكفر. حب العبادة حب مع خضوع وانقياد تام، فهو متقرب بهذا الحب إليه، وفي نفس الوقت يطيعه طاعة تامة. فهذا حب العبادة. مش الأغنية الرجل كان بيقول كده: ده أنا بحبك والحب عبادة، والعياذ بالله. والتاني بيقول إنه أسعد نداء له أو أسعد أسماؤه حين ينادونه بيا عبدها، فهو أسعد أسمائي أو أحب أسمائي، أحب أسماؤه إن الناس تقول يا عبد فلانة، يبقى فرحان قوي. أنا طبعا بلا شك: لا تناديني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أدين بدين الحب، ده ابن عربي اللي بيقول: قد كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فأصبح قلبي متسعا لكل صورة أو يتسع لكل صورة، فمرتع غزلاني ودير رهباني وكعبة طائف وبيت أوثاني، أدين بدين الحب أينما توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. حب أي حاجة في أي حاجة. ولذلك العشاق بيحبوا البيت ده قوي، يعني لأن هو بيقول لك أنا بحبه خلاص. اللي بيحب مش لازم يبقى مؤمن، مش لازم يبقى ما بعبدش غير الله، حتى لو عبد الأوثان بس بيحب خلاص. أي حب، ولا ده حب شركي. هو ده اللي ربنا عز وجل ذكره في هذا النوع، صرف حب العبادة لغير الله. لو عايزين نشوف ان ممكن توصل المحبة الدنيوية اصلا لهذا النوع من حب العبادة، نتصور واحد، ده حصل اتوقع اظن حكيتها قبل كده كذا مرة، واحد كان مسافر امريكا وابنه تربى هناك وتعلق ببنت، فأهلها كانوا متزمتين شوية، كانوا أخباط يعني مصريين برضو بس عايشين في أمريكا. فلما تقدم للجواز لها قالوا لا لازم تبقى النصراني الأول. فراح لأبوه يقول له أنا عايز أتنصر،
بيقول له ازاي وربنا والرسول، هل هو ربنا حاسس بقلبي؟ والعياذ بالله. يعني الند ده اللي احبه لدرجة انه يقول له لو تكفر يقول له اكفر مش مشكلة، والعياذ بالله. فهذا حب عبادة مع انه اصله حب ايه؟ طبيعي، يعني حب الشهوة المحرمة عند قوم لوط، هو ده اصله حب دنيوي، حب ما يلائم الانسان، لكن تحول الى عبادة للهوى والعياذ بالله لما دفعهم الى تكذيب الرسول لوط عليه السلام، وابوا ان يقبلوا ما جاءهم به من الدين والعباد والتعبد لله والترك ترك ما هم عليه من اتيان الذكور. فالشهوات لما توصل لمرحلة تخلي الانسان يقول انا اكفر علشانها، للعلم الحقيقة الشرك في عامة الامم مش قناعة بالشرك قد ما فيه رغبة وشهوة وهوى ادى بهم الى ذلك والعياذ بالله. زي ايه مثلا؟ يعني شهوة ان احنا الكبار واحنا الرؤوس، وواحد حيجي من غير قبيلتنا ينافسنا، يعني او القبيلة دي حتنافسنا وتبقى بيقولوا زي ما ابو جهل بيقول يعني نافسنا ابا بني هاشم في كل شيء، اعتقوا فاعتقنا واطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا، فحتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وانا لنا بنبي والله لا نؤمن به ابدا والعياذ بالله. وايه مشكلتهم تاني؟ الرياسه. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربك، يعني القضيه عندهم الرياسه. فرعون كفر اساسا وهو يعلم ان في ربنا ويعلم انه انزل الايات دي، بس القضيه ايه؟ المقارنه بينه وبين سيدنا موسى، الكبر، ان انتوا عايزين تطلعونا من ملكنا. ما هو لو سمع كلام سيدنا موسى يبقى الكلام لمين؟ هيبقى الكلمه لموسى. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا، هو التقليد، وتكون لكم الكبرياء في الارض. يبقى اللي شغلهم جامد قوي مين اللي هيبقى له الكبرياء؟ مين له السلطه؟ واحد يكفر عشان السلطه، عشان بيحب السلطه. فدي عامه الانواع فيها اتباع هوى شركي. ما رايت من اتخذ الهه هواه، وكذلك عباده الشيطان فانها طاعته في الكفر لاغراض يعني دنيويه. وطبعا حب العباده بعد ذلك بيشرب في القلب لغايه ما يفضل متعلق به، كما قال الله عز وجل عن كفره بني اسرائيل، قال واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم واذ رفعنا الجبل فوقهم كانه ظله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. آية البقرة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لا الآية اللي هي ايوه صح، واذ رفعنا الجبل فوقهم كانه ظله. لا قولها تاني بقى، خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهو اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، هم عبدوا العجل عشان ضلالهم وجهلهم بالله عز وجل، ونفسهم يشوفوا اله حاجه كده موجوده قدامهم كده، اجعل لنا الها كما لهم الهه. دي كانت اول حاجه، احنا عايزين حاجه نشوفها، وقالوا له كده ارنا الله جهره، عايزين نشوفه. فعشان كده لما السامري قال لهم هذا الهكم واله موسى، وهو اله موسى فنسي، واله موسى فنسي، ان سيدنا موسى نسى هنا وراح يدور عليه بعيد في عند جبل الطور، فايه فعبدوه. طب وهو بيقول لهم حاجه،
لا ولا يرون افلا يرون انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ومع ذلك عبدوا والعياذ بالله. جه سيدنا موسى وحدث ما حدث، وهم بيخافوا جدا من سيدنا موسى، وربنا عز وجل اتى موسى سلطانا مبينا. كان سيدنا هارون نهاهم عن عباده العجل، قال يا قوم انما فتندم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى رجع الينا موسى. كلمهم تاني كادوا ان يقتلوه. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يعني كادوا ان يقتلوا سيدنا هارون عليه السلام. سيدنا موسى له سلطان مبين. جه سيدنا موسى قال لهم حرق العجل، لانه كان جسد، كان جسد ولكن ملوش غير خوار ولا يصنع شيئا، تمثال اصلا، فامر بتحريقه ثم حرقه. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف، بقى رماد فنسفه والعياذ بالله. ومع كل ده لسه في ناس بتحب العجل. واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، اشربوا حب العجل بسبب كفرهم، هم ان هم اطاعوا ظاهرا وقلبهم لسه مليان حب العجل والعياذ بالله. فلان بنقول الحب بيتشرب في قلب الانسان. حتى يصير به عبدا لذلك الشيء، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك قلنا تفسير الآية إن هي على تفسيرين، نوع إن هم لا يحبون إلا الأنداد، وهم صرفوا لها حب العبادة كما يحب المؤمنون الله. والتاني هم كانوا بيعبدوا الله والأنداد، بيقولوا في ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وبيحبوا ربنا ولكن يحبون الشركاء كحب الله. صرفوا حب العبادة للأوثان كما صرفوه لله فضعف حبهم، فكان حب المؤمنين لله أعظم من حبهم، والذين أمنوا أشد حبا لله. على التفسير الأولاني إن هم بيحبوا الأنداد فقط، يبقى إزاي الذين أمنوا أشد حبا لله؟ أشد حبا لله من المشركين لشركائهم. طب ليه هم بيحبوا الأنداد حب عظيم، حب عبادة؟ لأن حب الإنسان لله فطرة، فهذا يوافق الفطرة، فتمكن حب المؤمن حب الله من قلوب المؤمنين، فلا شيء يعدله، ولو قطعوا أو حرقوا أو قتلوا فإنهم لا يتركون الله، لا يتركون عبادته ولا محبته، لأنهم أحبوا الله حبا عظيما. المشركين الشرك ده حب الأنداد طارئ على القلب، يخالف فطرته. تعرفين زي مكنة كده فيها مكان لترس دقيق، فيجي واحد لما يحط فيه الترس بتاعها المظبوط تعمل ايه؟ تدور مظبوط وتبقى ممتازة جدا وتطلع انتاج وكل حاجة. يجي واحد يحط لها ترس مش بتاعها، يبقى بيعمل ايه ويشغلها؟ تعمل ايه المكنة؟ تتكسر، وتكسر الترس والدنيا تبقى فساد، ولا تطلع انتاج ولا تعمل حاجة. فهم ركبوا حاجة القلب الانساني في مكان لا يملأه الا حب الله، ما ينفعش مع حب تاني. في حاجات تانية في القلب الانساني بس مش حب العبادة، حب طبيعي، واحد يحب امه وابوه وزوجته واولاده الحاجات دي كلها، وحب الفلوس وحب حاجات كتيرة، بس حب العبادة ما ينفعش الا لله. لا، فطرة القلب كذلك. فلو اتحط في هذا المكان في حب العبادة ده حد تاني، حب حد تاني، فهذا اعظم فساد للقلب، والحب نفسه يزول. وقال
إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. عشان كده يوم القيامة تتقطع إليه المودة، مش كده؟ المودة دي لأنها ركبت في مكان غلط فضرت هذا القلب أعظم الضرر وتقطعت أيضا. أول ما تيجي محنة لهذا القلب يضطرب ويفسد ولا يصلح له شيء. فعشان كده حب المؤمنين لله، حب العبادة هو الذي يوافق الفطرة فاستقر وتمكن، وحب المشركين لشركائهم مخالف للفطرة فلم يستقر بل فسد وأفسد القلب والعياذ بالله. طب على التفسير الآخر اللي هو أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، والمؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. ما الأولاني حب المشركين لإيه؟ لأندادهم، عشان كده قلنا حب العبادة. فبنقول لأن حب العبادة عندهم توزع، حبة لله وحبة لغيره وحبة للوثن الثالث، وكل حاجة عمالة تتوزع. كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ المؤمن عبد لله فقط، زي هل يستوي عبد له سيد واحد وبين عبد له عدة سادة وهم مش متفقين؟ واحد يقول له قوم، تاني يقول له اقعد، يقول له روح الناحية دي، تاني يقول له روح الناحية دي، هيعمل ايه العبد ده؟ ده هيبقى متعذب. والشراي هو الاول، والتاني وده يقول له هعذبك، التاني يروح جاي عم سامع كلامه، يروح جاي التاني يقول له ما عادش هعذبك اكتر منه، يفضل ايه؟ معذب. فالحب ده الموزع، الحب اللي عليه له فيه شركاء، حب ضعيف ضعف لان له فيه شركاء ومتشاكسون ومخالفون لامر الله. فلذلك صار حب المؤمنين لله اعظم من حب المشركين لله. يبقى على التفسيرين المؤمنون اشد حبا لله. وده اصل توحيد الالوهيه، حب ومعه انقياد، محبه تعظيم انقياد. طب خلينا نكمل المرة الجاية ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.